السلام عليكم ومرحبا بكم احبائي الاعزاء في قناه وصفات وحي الحسنه. اليوم سيدتي غادي نقدم لك واحد الطريقه الا بغيتي تحاربي الدبان وشني ولا ما يبقاوش عندك كيدوروا في الدار. هاد الطريقه هادي كنحتاجو حاجه يا اما داكشي اللي موجود عندنا في الدار، يا اما عروشه ديال النعناع بهذا الشكل هذا. نشدو عريشه تاع النعناع ونديرو شويه الماء في الكاس بهذه الطريقه هادي، ونديرو فيه عريشه تاع النعناع ونحطوهم في الصاله، ونحطوهم في شي بلاصه واسعه. سيدتي غادي تشوفي، غادي تلاحظي بان شنيوله والدبان ما بقاوش عندك كيدورو في الدار، لان شنيوله ما كيعجبهاش ريحه النعناع ولا ريحه الا ما عندكش النعناع. نشدو عريشه تاع الحبق اللي كيعرفوه كاع الناس، او نشدو ليمونه بحال هذه، ليمونه او حامضه، ونديرو فيها عويدات ديال نرشقو فيها، نعمروها كامله بالعويدات ديال القرنفل، ونحطوها في البلاصه اللي تيكون فيها شنيوله والدبان. سيدتي هذه الطريقه هذه جربوها بزاف ديال النساء وصدقات ليهم مزيانه، لان عندنا شنيوله والدبان ما كيعجبهمش ريحه الحامض ولا قرنفل ولا ريحه الحبق ولا ريحه النعناع. هذه الطريقه هذه اللي درت النعناع في الماء ممكن ديريها حتى للطريقه ديال الحبق. شدي كويس صغير وديري فيه شويه الماء، وديري فيه عريشه يا اما النعناع ويا اما ديال الحبق، ويا اما الا ما عندكش النعناع والحبق تشدي حامضه ولا ليمونه وتعمريها بدوك الريوس تاع قرنفل، وتحطيها في الاماكن اللي فيها شنيوله من غير بيت النعاس ولا البيت تاع الاطفال، لان هاد النعناع ولا الحبق تا هما تيجروا الاكسجين اللي كاينه في البيت. من الاحسن في البيوت نديروا حامضه ولا ليمونه فيها عويدات ديال القرنفل، وبحال هذا الشكل هذا نحطوه في الصاله ولا في شي بلاصه واسعه. وغادي تشاهدي سيدتي ان الناموس ما بقاش والدبان تا هو ما بقاش. كنتمنى سيدتي تعجبك الطريقه هذه وتجربيها، وتزورني في القناة ديالي وتشجعيني بلايك، وتنضمي عندي باش تعرفي الجديد اللي كنعطي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.